اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين اخبار الاهلي في السوشيال ميديا وبالتحديد كل الامور اللي بتتعلق بالفريق خلال الفتره الحاليه وقبل طبعا تحدي كاس العالم للانديه واللي هو مهم قوي بالنسبه لنا كاهلاويه بصراحه ومتعودين عليه. المره السابعه الاهلي بيشارك في هذه البطوله، جبنا البرونزيه مرتين، بنامل ان احنا نجيب كمان ميداليه افضل من كده، بس ان شاء الله الظروف تبقى معانا شويه عن كده يعني، يا ريت. فتعالوا نشوف الخبر ده من حساب بوابة الأهرام على تويتر، واللي بيقولوا عاجل الأهلي يعلن موقف رامي ربيعة من الانتقالات الشتوية. بيتكلموا عن الأهلي مش هيستغنى عن رامي ربيعة لأن بدر بنون مصاب، فالجهاز الفني شايف إن لازم رامي يكون موجود حتى لو بدر بنون جاهز يا جماعة وسليم. رامي ربيعة موجود مع النادي الأهلي لأن أنت دايما لازم يكون عندك كنادي اهلي وكفرقه بتنافس على كل البطولات لازم يبقى عندك لعيب كويس اكتر من لعيب كويس في كل مركز يعني. فرامي مش قليل يعني، رامي خبرات كتير جدا جدا مع الاهلي، لعيب عنده تاريخ مع النادي، لعيب قديم قوي من ايام جيل ابو تريكه، كان طالع شاب مع ابو تريكه وبركات ومتعب، الناس دي التقيله دي. فلعيب مهم ولعيب كويس جدا، وان شاء الله نتمنى له التوفيق لو الجهاز الفني احتاجه خلال الفتره الجايه، ومن اللعيبه الملتزمه قوي ما بتعملش مشاكل وبيحب النادي بشكل كبير جدا وملحوظ يعني. فرامي مكمل كده كده مع الاهلي في الفتره الحاليه يعني. طيب تعالوا ناخد خبر اخر وهو خاص بكوكا، وده من حساب كوره بلس على تويتر، واللي بيقولوا عاجل مصدر بالاهلي لكوره بلس، حاله كوكا تشبه بدر بنون وقد يمتد غيابه لمده 3 اشهر. يعني بعض الحالات اللي بتصاب بفيروس كورونا يعني ربنا يسلم الجميع يا رب، بيبقى فيه مضاعفات تتعلق بالقلب وامور زي كده يعني، امور طبيه، فالفحوصات بتتعمل بشكل ادق جدا في الفتره الحاليه، فبالتالي في بعض الحالات اللي بتحتاج فتره للتعافي، فمن ضمن الحالات دي كان بدر بنون، ومن ضمن الحالات ايضا كوكا، احمد نبيل كوكا. فبالتالي نتمنى له يا رب الشفاء العاجل، ايا كان هيقعد فتره قد ايه، المهم يرجع يكون كويس وسليم، لانه لعيب من اللعيبه المبشره جدا، وللاسف حظه سيء قوي الفتره اللي كل الناشئين او كل الشباب بيلعبوا فيها هو كان غايب، لكن قدر الله ما شاء فعل. احنا كده كده عارفين مستواه، هو لعيب من اللعيبه المميزه مع الاهلي، ومش اول مره يكون مع الفريق الاول، السنه فاتت شارك في بعض المباريات يعني. تعالوا نروح للخبر ده، وده من حساب الاهرام على تويتر، واللي بيقولوا مصدر في الاهلي بيكشف حقيقه المفاوضات مع حارس الزمالك ابو جبل. بصراحه ابو جبل من الحراس المميزين يعني، بغض النظر عن ماتش 5، بس هو حارس مميز جدا، وطبعا تاني افضل حارس في مصر بعد الشناوي. اوكي، فبالتالي اكيد اي فريق يتمنى ابو جبل، لكن في نفس الوقت انت كنادي بتبص على الموجودين عندك، انت عندك اسماء كويسه، الشناوي طبعا افضل حارس من افضل حراس افريقيا بدون مبالغه، وشفنا الاتحاد الافريقي اعلن ان هو افضل حارس في الجوله او في دور المجموعات من بطوله الامم الافريقيه، فعندك حارس تقيل قوي يعني ما شاء الله يعني. عندك كذلك علي لطفي من الحراس المميزين قوي، شفنا كمان مستوى مصطفى شوبير في ال3 مباريات اللي لعبهم لحد دلوقتي مع الاهلي في كاس الرابطه، فمستوى شوبير كمان يطمن شويه ان انت عندك حراس كويسين في المكان ده. ف طبيعي اي لعيب عقده بيخلص، وخصوصا لما يكون في نادي الزمالك تلاقي التقارير كلها بتقول ايه، الاهلي بيفاوضه، وبيبقى ساعات شغل وكله، وبيبقى ساعات ممكن يكون في رغبه عند الاهلي، الله اعلم، يحق لاي نادي مش الاهلي بس انه يتعاقد مع اي لاعب حر يعني، او في الفتره القانونيه اللي تسمح بالتعاقد معاه، لكن حتى هذه اللحظه ابو جبل مش في حسابات النادي الاهلي حتى هذه اللحظه. فده امر مهم جدا، هم من خلال الخبر ده كمان بياكدوا اللي احنا بنقوله لحضراتكم في متن الخبر يعني. ده فيما يتعلق به ابو جبل، نتمنى له طبعا كل التوفيق مع منتخبنا هو وزملائه كلهم في بطوله الامم الافريقيه. اليوم السابع تحركات اهلاويه لحسم صفقتين قبل نهايه الميركاتو الشتوي. هم هنا بيتكلموا على ايه؟ بيتكلموا على ان الاهلي عايز يخلص صفقتين، خصوصا بعد الاصابات المتتاليه اللي تعرض ليها لاعبو النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، واول واحد اتكلموا عنه هو محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم لاعب الاهلي المعار لفيوتشر، واللي ما شاء الله عليه اللي جاب جون الانتصار والفوز في المباراه الاخيره على السودان، وبيأدي بمستويات ممتازه، حتى الراجل لما اتفاجئ انه هيلعب باك رايت في ماتش نيجيريا، المفاجاه الغريبه دي، تمام، ادى بشكل كويس بصراحه، فلعيب تقيل قوي، وهيرجع الاهلي اجلا ام عاجلا يعني، كده كده الاعاره هتخلص، هو في يعني حق النادي الاهلي ان هو يستعيده بعد انتهاء الموسم على طول، لكن مش في شهر يناير. لو في رغبه من الاهلي، الاهلي اكيد هيتكلم مع فيوتشر، لكن فيوتشر هم اللي يحق لهم القرار ياخدوه.
فانا بقول لو في رغبه من الاهلي، يعني الاهلي اكيد عنده رغبه انه لاعب مميز زي ده يكون عنده دلوقتي، وهو الاهلي عارف كويس قوي ان ده لاعب كويس جدا، لكن انت دايما بتبقى محكوم بقائمه وعدد معين من اللعيبه، في لعيبه بتبقى فرصها اكبر للمشاركه وكلام من ده. لكن بقول لحضراتكم ان صعب جدا ان محمد عبد المنعم يرجع، والاهلي من الانديه اللي بتحترم تعاقداتها جدا 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 مع الانديه اللي يعني اللي علاقتهم كويسه جدا مع الاهلي، او حتى اللي علاقتهم مش كويسه، يعني دايما الاهلي بيحترم تعاقداته لان ده امر مهم، ففي صعوبه كبيره جدا في الامر ده. يعني اللعيب الثاني اللي بيتكلموا فيه او بيتكلموا عليه هو هشام صلاح، ظهير ايمن الاتحاد السكندري، وهو عامل موسم كويس بصراحه، بس برضه مفيش اي كلام رسمي بخصوص هشام صلاح، والعلاقه برضه قويه قوي ما بين الاهلي والاتحاد. لو الاهلي رغب في كده اكيد هيتكلم مع الاتحاد، مش قصدي ان ممكن الاتحاد هيوافق، لا اكيد كل نادي بيشوف مصلحته، بس قصدي العلاقه تسمح بالتفاوض لو رغب النادي الاهلي في التفاوض مع هذا اللاعب. لكن حتى هذه اللحظه برضه لا محمد عبد المنعم ولا هشام صلاح في حسابات الاهلي بشكل رسمي لحد دلوقتي يعني. طيب خلينا كمان نروح لخبر اخر من اخبار الاهلي على السوشيال ميديا، ونبتدي بالمصري الرياضي وحسابهم على تويتر. ومهاجم الاهلي يقترب من الانتقال الى البنك الاهلي، وهنا بيتكلموا على والتر بواليا مهاجم الاهلي اللي كان تم اعارته لتركيا، وبعد كده الاعاره تم فسخها ما بين اللاعب ونادي التركي. اكيد في اكتر من نادي في الدوري المصري بيتفاوضوا مع النادي الاهلي عشان يتعاقدوا مع لاعب مميز زي والتر بواليا. ما كانش موفق معانا بصراحه، لكن هو لعيب كويس يعني، امكانياته كويسه، عنده قوه بدنيه وجسمانيه ممتازه، هيدر كويس جدا، لعيب كويس يعني. فبالتالي في مفاوضات كتير مش البنك الاهلي، اكيد في اكتر من نادي بيتمنوا التعاقد مع والتر بواليا، لكن هنشوف في الاخر هو هيروح على فين. طيب دي كانت اخبار الاهلي في السوشيال ميديا. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع بقى نتكلم شويه عن المنتخب، لان عندنا تحديين مهمين قوي. التحدي الاولاني اللي احنا فيه دلوقتي وهو بطوله الامم الافريقيه، الثاني بقى وهو مهم برضو ولا يقل اهميه وحلم بالنسبه لنا كلنا كمصريين، وهو التاهل لكاس العالم باذن الله من خلال المنتخب السنغالي. فكلامنا هيكون مفصل عن منتخبنا الوطني، يلا بينا.